دي الصور اللي هنشتغل عليها يا شباب. طيب حملتها منين؟ حملتها من اي ستوك، شاتر ستوك، فري بيك. طبعا يعني تقدر تخش تعمل داونلود، بس انا كده كده هسيب لك الصور في الديسكريبشن. الدرس بسيط، مش محتاج غير شويه تركيز بسيط جدا. اول حاجه هعملها هروح على الفوتوشوب بتاعي وهفتح المقاس، هروح عند فايل نيو وهفتح المقاس بتاعي. انا دايما بحب لو هشتغل فيسبوك هنشتغل مثلا 2000 × 1700 في ريزوليوشن مثلا 200، لو انا حابب اتعمق جوه الديزاين كده وازوم بقى وارجع والكلام ده كله. طيب اول حاجه بشتغل عليها في الديزاين هي الباك جراوند او الارضيه. يعني اول حاجه هشتغل عليها الارضيه الاول، فانا هروح واخد شكل السما التلج ده. تمام، طبعا في القص هتحسوا انه الموضوع صعب، فانا ممكن اعمل ايه؟ هدوس كنترول جي من الكيبورد عشان اعمل كوبي من اللاير. تمام، وهدوس كنترول ال. تمام، اجيب الليفلز كده وهبدا ايه يعني اغمق الجزء اللاير اللي فوق دي على قد ما اقدر واقول له اوكي. طيب انا عملت كده ليه؟ عشان لما اجيب الماجيك وادوس كليك كده يفضل معايا السيلكت على التلج بس، ما يسحش او السيلكت ما يبقاش جوه اللاير بتاعت التلج يعني. واروح فاكك اللاير بتاعت الباك جراوند اللي هي الاول ده ودليت على الاثنين كنترول دي عشان اشيل السيلكت، وبعد كده دليت من اللاير الاولى خالص. فكده اصبح ان التلج مقصوص بشكل اهو ممتاز يعني. طيب اول حاجه هعملها او تاني حاجه هعملها دوس كليك يمين واعمل كونفرت تو سمارت. ده عشان قلنا بنحافظ على الكواليتي بتاعه الصوره سواء صغرنا او كبرنا ما تبكسلش مني. طبعا دي نقط مهمه وصغيره في نفس الوقت بس لازم تاخد بالك منها. هاخدها عن المقاس بتاعي، طبعا الصوره عشان الكواليتي بتاعتها عاليه فهتبقى كبيره، هصغرها بالشكل ده. ركز معايا بقى، انا حابب اعمل تباعد كده يعني يكون الارضيه بتاعتي فيها تباعد، تحس ان ايه الشكل ده يكون اكنه راجع لورا وفي شكل يكون طالع لقدام. طب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ ببساطه كده، انت هتلزق هنا الجزء ده وهتصغر. تمام، هتحاول تصغر الجزء ده وكنترول جي عشان اعمل كوبي، بعد كده كنترول تي وهشد من الشمال لليمين بالشكل ده، وبعد كده هكبرهم هما الاثنين بالشكل ده. طبعا ايه، هعمل ميرج او كونفرت عادي وهبدا الت وهسحب بالماوس كده عشان اكرر نفس الشكل. تمام، ممكن بقى نعكسه على اساس ان ايه ما يبقاش الدنيا باينه ان هي كوبي بيست يعني، فاهمني؟ وهبدا نفس الموضوع لحد ما هاجي عند اول الباك جراوند من هنا او اول الارضيه من هنا وهروح مكبر. فهنا هيعمل لي اكن ايه، اكن الصوره فيها تباعد من ورا كده وجاي على كبير بقى، فيبان ان هي مزومه في الاول اهو. تمام. طيب تاني حاجه هعملها على طول هو ان انا هرجع للصور اللي انا اللي احنا هنشتغل عليها، ودي الصوره اللي هي بتاعت الشكل بتاع البيوت ده شايفين، وهبدا اظبطه. طيب مبدئيا كده انا هعكس الصوره بالشكل ده عشان هخلي بس ان اللايت اللي موجوده دي تكون جايه من على الشمال، وبعد كده هنحط المون لايت من على اليمين اللي هو القمر يعني. تمام، وهبدا ارجع الكلام ده. طبعا لو احنا مش حابين نخلي الموضوع كبير ممكن نقلل اهو كده. كده هي الارضية اصلا فيها تلج، يعني الارضية بتاعت البيوت دي فيها تلج، فاحنا ممكن ايه يعني هناخد الجزء ده بس اهو وهكرره كده. تمام، وبالاستيك هسيح الحتة طالعة دي بالظبط كده. طيب ركزوا معايا، هعمل ميرج كل التلج ده خلاص. تمام، وهاجي بقى على البرايتنس وهدوس كنترول الت جي عشان اللي انا هعمله يبقى في التلج بس ما يبقاش في الشكل بتاع الصوره كلها اهو. هبدا اغمق البرايتنس كده على قد ما اقدر اهو. تمام، وممكن اجيب الكالر بالانس وبرده كنترول الت جي وهبدا احاول اخليها تاخد نفس التون او نفس الالوان بتاعه الصوره اللي ورا يعني حاجه تكون بسيطه يعني، خلينا نقول ان احنا كده. تمام، طيب انا ممكن اعمل ميرج لكل الكلام ده. تمام، وممكن بقى بالاستيكا اقلل الفلو على قد ما اقدر. تمام، وممكن بالراحه كده ابدا امسح حواف التلج عشان يبان ان في دمج ما بينه
وما بين الصورة اللي احنا اصلا واخدينها اللي هي اللي ورا دي. فخلينا نقول اوكي، يعني خلينا نقول ان احنا كده تمام. انا بس كررت اللاير تاني، ممكن اجيب البرايتنس كمان مرة، حاسس ان الشكل ده افتح من الشكل اللي ورا، فانا هحاول اظبطه اهو يعني على قد ما تقدر كده. وكده كده هو الدمج هيحصل ان شاء الله لما نظبط الدنيا كلها. طيب انا ممكن اقف زي ما انا كده وهجيب الكالر بالانس، بس مش هعمله في اللير بتاعت الترجمة، هعمله على الصورة كلها. فهبدأ اهو ادي بس اهو ادي تون لكل الصورة مع بعضها. طيب خلينا نشوف كده يعني الى حد ما مظبوطة، تمام زي الفل. خلينا بقى نروح للصور. اول حاجة هناخدها هي الصورة دي اللي هي الشنطة، تمام. في الفوتوشوب ال21 او ال22 هتلاقي حاجة عندك اسمها فوتوشوب هيلب، وهتلاقي حاجة اسمها كويك اكشنز، وهتلاقي حاجة اسمها ريموف باك جراوند، وبعد كده ابلاي. الموضوع ده بيقص لك الصور بكل سهولة، شايفين يعني بتكت زرار واحدة. تعمل كونفرت واصغر الشكل كده وهاخده معايا على الديزاين بتاعي. طبعا هصغره، هنخليه، ركزوا معايا، انا عايز اخلي الشنطة دي تكون داخلة جوه التلج. طيب في هنا حاجة انا كنت قصدها من البداية اصلا اهو، اللي هو الجزء ده، تمام. انا عايز الشنطة تكون جاية من ورا الشكل ده. هعملها ازاي؟ اول حاجة خليني امرج الاتنين دول وهزوم كده، هجيب البين تول وهقص. شايفين انا هقص منين؟ ركزوا معايا، والموضوع كده كده بسيط. هقص من عند الجزء اللي هو اصلا واضح لي ده اهو. طبعا الموضوع ده بتقدر تعمله في اي حاجة بقى، انت عايز تدخل اي حاجة في اي شنطة، انت فاهم، تمام. واهو سلكت عليه خلاص اوكي، وهاخد منه كوبي كنترول جي اهو، خدت كوبي منه. هروح ظاهر الشنطة اهو، وهشد اللير بتاعتها لتحت، اصبحت معايا كده ورا التلج يعني، زي الفل زي الفل. طيب خليني اللهم صل على سيدنا محمد، خليني اظبط نسب الشنطة. يعني انا مثلا عايز اكبرها اصغرها زي ما انا حابب، خليني اقول ان هي كده كويسة، تمام. طيب هروح للصور، انا معايا الساندوتش اللي هحطه في قلب الشنطة، ومعانا شوية حاجات لسه هنشتغل عليها. بس قبل ما احط الساندوتش هعمل نفس الحركة في الشنطة، انا كده عايز ادخل الساندوتش جوه الشنطة. فاحنا قلنا هنجيب البين تول وهقص الجزء اللي هو هيكون في الاول ده بس، اللي هو ده يا شباب. طبعا الدنيا سهلة ان شاء الله، مفيهاش اي صعوبة. وهبدأ انزل بيل تحت كده او بعد كده كنترول انتر، وهاخد كوبي زي ما قلنا اهو، هيصبح معايا الشكل بالطريقة دي. فين الساندوتش اهو، نفس الموضوع برضو هقصه على طول سريعا كده. تمام، هو كده اصبح مقصوص اهو، بس في حاجات هو راح مسحها من الساندوتش. فانا هرجع كنترول اهو، وهبدا اجيب الكويك سيليكشنز اهو، وهبدا اعمل على الحتت اللي هو خد منها، هبدا اخدها بالشكل ده على اساس ان هي ما تطيرش مني يعني. بس الموضوع سهل، واروح واخد كنترول جي كوبي كده من السيلكت اهو، وبعد كده انا بقى بالماجيك اقدر امسح الحاجات اللي هو كان قصصها معايا في الاول. وبعد كده هعمل كونفرت وهاخد الساندوتش معايا بالشكل ده، هصغره، تمام، كمان هعكسه اهو، وزي ما قلنا هنرجعه ورا الجزء اللي احنا قصناه بالشكل ده يا شباب. طيب ركزوا معايا، انا عايز اعمل شادو في الجزء ده كده، فهروح اعمل نيو لير فوق الساندوتش على طول وكنترول الت جي، وهجيب براش
تمام. ممكن اخلي الفلو مثلا اي رقم يكون قليل، وهجيب البرش خفيفة وهبدأ اهو شايفين هعمل كده عشان يبان يعني ان هو من جوه شوية، وهقلل بس ما اخليش الشادو يكون تقيل او كده عشان ما يسودش معايا. تمام تمام طيب الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هاجي مثلا عند الشنطة وهعمل برايتنس كده كنترول الت جي عشان ادخل البرايتنس اللي انا هعمله جوه، وهروح مقلل البرايتنس بالشكل ده. تمام طبعا في جزء فوق اهو هقول لكم تعملوا ايه، يعني ما تقلقوش انا بس ايه هظبط كده وهغمقه كده، وهروح عامل كنترول جي تمام، وهروح شادد اللاير بتاعته فوق الجزء اللي احنا قصيناه اللي هو ده، وهقف على البرايتنس كنترول الت جي بالشكل ده. طبعا عشان برضو يعني انا كان ممكن من الاول خالص اعمل له البرايتنس واظبطه وبعد كده اقصه، بس يعني خلينا ايه مش هتفرق كتير ان شاء الله. زي الفل. طيب احنا محتاجين برضو نغمق الحاجات دي كلها، فانا ممكن اعمل نيو لير فوق خالص كده وهاجي كده اسود اهو هغمق الكلام ده كله. طيب ممكن اطلع فوق خالص والبرايتنس برضو ابدأ اغمق الكلام ده كله بالشكل ده. طيب ركزوا معايا يا شباب في الخطوة دي. انا كده عندي، طيب بصوا هقول لكم على حاجة، خلينا نطلع الساندوتش بره تمام خالص بقى. تمام خلينا نظبط الاول الجزء بتاع الشنطة اللي هو مثلا هيكون احنا هنشيل البرايتنس خالص وهنشيل كمان الجزء اللي احنا شلناه ده، وهظبط الاول الاضاءه بتاعه الشنطه، انا مش عايز اتوهكم معايا والله، فخلينا نظبط البرايتنس يعني هغمقها كده تمام، وبالاستيكه همشي يعني همسح الحواف اللي على الجنب بالشكل ده على اساس ان يبان ان اللايت اللي جايه من على الشمال خبطه في الشنطه فايه فعامله الاضاءه اللي انتوا شايفينها دي، ومن الجنب ده برضو نفس الموضوع. اهو طيب انا ممكن اعمل نيو لير وكنترول الت جي برضو عشان ادخل اللي انا هعمله، هجيب البرش هاخد الدرجه اللي هي دي بس هخليها العسل شويه تمام، وممكن امشي كده بس هعلي الفلو شايفين يعني احاول بس اخلي ايه اللوتروف هي اللي تكون واخده الشكل ده، وبعد كده ممكن اعمل سكرين مثلا او اشوف اي درجه تكون كويسه، السكرين كويسه هقلل الاوبيسيتي بس شويه. ركزوا معايا ركزوا معايا، هعمل نيو لاير تانيه كنترول الت جي تاني، بس هخلي المره دي اللون يكون رايح للابيض سيكا تمام، وهبدا ايه شايفين هيعمل معايا ايه، ار هدوس ار عشان ابدا اقلب ديزاين معايا بالشكل ده يكون اسهل لي في ان انا اوزع اضاءتي بشكل كويس، وهبدا اهو طبعا طول ما هتدي وقت للخطوات دي اريح شوية كل ما هتطلع ان شاء الله بنتيجة افضل بكتير من اللي انا شغال عليها. انا بحاول انجز ايدي كده عشان خاطر وقت الفيديو. طيب في حاجة احنا ممكن نجربها مش عارف هتظبط ولا لا، انا هعمل نيو لير تانية وادخلها وهقلل المرة دي الفلو كده يعني هبدأ كده ايه الخطوط بتاعت مش عارف يعني ممكن تظبط في الاخر اهو شايفين يعني اللي هو ايه تبان ان هي الاضاءة داخلة لجوه شوية. طيب ار وابدأ ارجع الديزاين بتاعي بالشكل ده تمام في الاخر، يعني النتيجة تحفة بصراحة ممتازة والله. تمام الجزء اللي على اليمين عشان هنحط قمر فمش هنعمل الكلام ده كله، يعني خليني بس اظبط ده باللون ده مثلا اه كده ممتازة تمام. ممكن اعمل واحدة رابعة
واكبر البرش وهقلل الفلو، خليها يعني حاجة قليلة، وابدأ ايه اهو وهدي بس كده، يعني كده جمال الجمال يعني كده زي الفل. طيب هنا بقى نقدر احنا في الوقت ده ناخد او نمرج كل الكلام ده مع بعضه ونقص الجزء اللي احنا قلنا عليه، على اساس بقى نحط السندوتش بقى براحتنا. يبقى احنا كده ظبطنا ووزعنا الاضاءه، اهو هاخد كوبي اهو تمام، والصوره هاخدها بالشكل ده وهعكسها زي ما قلنا، اهو تمام. وبرضو في حاجات هنا هنسلكت عليها كده وهنحذفها تمام. شكل الطماطم ده ممكن نعالجه كده سريعا تمام، وهعمل النيو لير البرش السودا قلنا عشان نغمق الجزء ده زي الفل. طيب الخطوة اللي بعد كده هنروح للصور، هناخد مثلا الصورة دي هنقص كده بالماجيك على طول، وهاخد اول قطعة من عليه، بعد كده هعمل كونفرت اهو، وهخلي القطعة دي تكون ورا الشنطة بالشكل ده، بس هعكسها بالشكل ده. طيب نفس الموضوع، هجيب البرايتنس كنترول الت جي هقلل تمام، هزوم كده شوية، وهجيب الاستيكة بتاعتي وهبدأ امسح، بس هعلي الفلو، هبدأ امسح من على اليمين اهو تمام. ونفس النيو لير برضو كنترول الت جي بنفس البراش، وهبدأ اخلي مثلا الفلو 11، وهبدأ اغمق من على اليمين. على فكرة الموضوع سهل، بس هو محتاج شوية تركيز لان الموضوع فيه ليارات كتيرة شوية تمام. ونيو لير تانية كنترول الت جي معلش، وهبدأ ادي كده من على اليمين لايت بالشكل ده. ممكن نشوف ايه اللي ممكن يظبط، مثلا الاوفر اللي كويسة اهو، بس احنا هنا محتاجين يعني انا هنزل لللير بتاعت الشادو دي واخليها اسود زي ما كنا، وهبدأ اغمق بس الجزء اللي تحت بالشكل ده على اساس ان هي من ورا الشنطة يعني، فاهمين؟ طيب خلينا نروح للصور وهناخد الكنزاية. هي الخطوات كلها واحدة عامة مع اختلاف الصور فقط يعني اهو. نفس الموضوع برايتنس كنترول الت جي، ثواني بس عشان احنا كده ايه رحنا للساندويتش اهو، فين اللير بتاعي؟ ايه راحت فين؟ رحت فين؟ طب انا هرجع عشان هي خدت من القطع يعني، فانا هنزل لحد ما هنزل هنا كده في مكان فاضي اهو كده فل قوي، حتى صورة البيبسي يعني جاية بشكل ممتاز يعني، انا يعني هي موجودة على النت كده مش انا اللي عامل فيها الشغل اللي على اليمين ده. هبدأ اظبط بس النسب كده عشان ايه الدنيا تبقى لذيذة اهو. نفس الموضوع البرايتنس، وهدخلها كنترول الت جي، وهقلل والاستيكا، وهبدأ امسح، لا همسح انا اسف العكس من على اليمين مش من على الشمال اهو. اهو قلل كمان يعني زي الفل.
وبعد كده نيو لير كنترول الت جي وهغمق برضو بالبرش شوية تمام، فاصبحت معايا الدنيا بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده احنا ممكن نعلي المقاس ده شوية لفوق على اساس ان السماء معايا تكبر شوية عشان نحط بقى القمر اللي هو ده. بس ركزوا معايا، انا هنا هاخد الصورة دي في 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 مكان لوحدها، هعمل سيلكت على القمر لوحده وهاخد منه كوبي تمام، وبعد كده هعمل كونفرت على اللير دي وكونفرت على اللير دي عشان لما اصغر او اكبر زي ما قلنا قبل كده الدنيا ما تبكسلش مني. طب انا عملت كده ليه؟ هتفهموا دلوقتي. هبدا اخد الصورتين عندي هنا اصغر كده اهو. طيب انا هنا عايز اخلي يعني في سحابه جامده جدا حوالين القمر، هبدا يعني هاجي عند اللير بتاعت السكاي الاول، همسح كده بس هقلل لو على اساس ان هو ما يمسحليش قوي اهو. هنا وانا بسيح الدنيا دي ما يسيحليش القمر معايا، انا هنا بس خليته عشان ايه، وانا بسيح الدنيا مع بعض يبدا ان هو ايه يبقى محافظ لي على القمر. وفي نفس الوقت برضو السماء اللي موجوده دي انا لو خدت منها كوبي كده محتاج ان انا اوزعها شويه يعني اوزعها شمال وكده، فانا هلغي القمر من هنا اهو وهستكفي بس بالسماء اهو، بس في حاجات طالعه ونازله وبتاع نحاول نظبطها اهو. شايفين يعني اصبحت في دمج كده بسيط وفرق يعني فرق بشكل كبير قوي. وهبدا اظبط مكانه بقى زي ما انا عايز، بس ركزوا معايا هو هنا دخل في الشجره، هبدا اخلي يكون الشجره بعيد شويه اهو اهو، هبعد بس عن الشجره تمام يعني خلينا كده اهو اهو يعني كده نقدر نقول ان كده زي الفل. طيب نرجع نشوف الصور اللي معانا كمان. شكل التلج الطاير ده هنخليه يكون من فوق خالص، اول لير فوق خالص اهو، وبعد كده هعمل سكرين على طول وهكبر شوية تمام. وبالاستيكة احنا ممكن نحذف التلج الموجود ده يعني نحاول نخليه يكون قليل بس على قد ما نقدر، وهنقلل الاوبستي بتاعته وقلت كده واسحب عشان اخد كوبي ونفس الموضوع. اظن النتيجة سهلة يعني. هروح بقى ايه عند البيبساية، هعمل نيو لير وهجيب الابيض وهبدأ ادي هنا كده في اليمين على اساس ان اللايت بتاعت القمر تكون ايه خبطة كده، وبعد كده هعمل سكرين او اشوف لو في حاجة غير السكرين. دي كويسة اهو، شايفين دي كويس. طيب هطلع فوق خالص وهعمل نيو لير وهدي هنا لايت اهو للقمر، وهبدا كنترول كده واسحب، وبعد كده هعمل سكرين او اشوف ايه اللي ممكن يظبط. هو السكرين اعتقد افضل حاجه، وهشده كده اهو ممتاز. ونفس الموضوع نيو لير الناحيه الثانيه من نفس الدرجة اهو. وهخليها برضو بسكرين كويسة، بس دي بقى ممكن نعمل نيو لير كمان نقلل يعني خليها مثلا فلو 6، وهبدأ اوزع هنا كده في الاماكن دي برضو تمام السكرين. وبعد كده اهو هنيجي عند اول واحده فوق وقلت هسحب من الجزء ده على اساس ان هو يدمج لي اللي انا عملته جوه التلج. خليني بس احمر الجزء ده على قد ما اقدر تمام، حاسس ان ده بقى كتير قوي او زياده هقلل الاوبسيتي بتاعته وهبدا كمان امسحه من على اليمين شويه. طيب ركزوا معايا بقى في الجزء اللي احنا عملناه بتاع التلج اللي هو ده، هعمل نيو لير فيه وكنترول الت جي عشان ابدا اديله هو كمان نفس الحمار بتاع الشغل ده.
ممكن سكرين او نشوف اي حاجة غير السكرين. اعتقد السكرين كويس. هبدأ بس امسحه من على اليمين. تمام. طيب خلينا ننزل بقى تحت خالص فوق التلج ده، هعمل نيو لير، هجيب البراش السودا، هقلل فلو، هبدأ ادي شادو الاجزاء دي كده. طبعا الجزء ده هيبدأ يبان معايا بالشكل ده. لو انا عملت كوبي من الشادو ده وقمت شده لفوق كده وسبته هنا مثلا، لا مش هنا، استنى انا اسف، يعني هنسيبه فوق الجزء اللي احنا واخدين منه كوبي، خلينا مثلا نسيبه هنا مفيش مشكلة. هيبدأ اهو، هبدأ انا بالاستيكة، يعني يا اما هعالج بقى الجزء نفسه اللي هو ده فين اهو ده، هبدأ امسح الاجزاء اللي هي الحادة قوي دي عشان بس اظهر الشادو حاجات خفيفة. انا حاسس ان الشادو كده تقيل قوي، هبدأ اقلله يعني. انا عشان يبان ان ايه الشادو بتاع ال اهو بتاع الشنطة وبتاع الحاجات دي يكون يعني يكون خفيف، ما يكونش تقيل قوي، فاهمين؟ طيب هنيجي بقى للنقطة بتاعت الجزء ده، محتاج شوية شغل برضو اهو، تحس ان هو ايه يعني حاد قوي يعني. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد الكنزاية دي، هناخد بس الاجزاء اللي هي الطايرة منها. بصراحة انا قعدت افكر في الحتة ده احط لها ايه، لقيت ان دي انسب حاجة يعني. هجيب الاستيكة وهحذف، لحد اما اخلي الجزء ده بس. او كنترول تي ممكن الورب كده، ابدأ ايه اظبطها عليه يعني. طبعا البيبسية ظاهرة، احنا ممكن لو هما دول دخلوا في دول هطلعهم بس وهحذف. نحاول نظبط الموضوع لحد ما ايه ما يبقى قريب. طبعا في زرقان، يعني هو في زرقان لان البيبسية، فاحنا هنعالج الموضوع ده ازاي؟ كنترول يو وهقلل الساتوريشن كده اهو لحد ايه موضوع ما يظبط يعني. ممكن كوبي اهو والزيادات ابدأ امسح فيها حتى تبان ان ايه الشنطة اكنها واقعة من فوق، فعاملة البام بتاعت التلج يعني، اكنها واقعة فخبطة فعاملة الايه التلج الطاير ده. طبعا دي من وحي خيالي بصراحة، تحس ان انا بهبد يعني، بس تمام. بس خلينا نقول ان احنا كده تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الجزء بتاع التلج ده نيو لير سريعا كده، الابيض هبدأ اعمل اضاءة هنا تمام، وكوبي من نفس اللير دي هحطها في الشنطة اهو عشان يبان ان في لايت يعني موجودة، وممكن اعملها سكرين. وفي اللي فوق برضو سكرين. بس يعني اظن الموضوع اسهل منه مفيش، موضوع سهل جدا تمام. النتيجة يعني سريعة وفي نفس الوقت لذيذة، بس هي ايه المشكلة بس ان انتوا ممكن يعني تتوهوا شوية في موضوع الليارات، بس والله لو ركزتوا صدقوني هتطلعوا بنتيجة كويسة. طيب هبدأ اطلع فوق خالص بقى، هشوف الكالر لوك اب هنا ممكن يطلع لي ايه. يعني خلينا مثلا اختار الشكل ده وهعمل مثلا سوفت لايت، وهبدأ اقلل الاوبستي بالشكل ده، وبعد كده الكالر بالانس. طبعا دي حاجات على حسب عينيك بقى، مش هقولك ان دي حاجات ثابتة يعني. تمام. وهنكتب الجملة بتاعت سانتا. والله انا مش عارف اسمه سانتا ولا سانتا، انا مش عارف الراجل ده اسمه ايه بصراحة. السنة دي
اي وزع، وهنخلي العين دي تبقى لوحدها عشان هي هنعمل فيها حركة. طبعا الفونت ده اسمه حمدي V1 وفي حمدي V2، هسيب لكم اللينك بتاعه برضو مع الملحقات. تمام، العين انا هعوجها كده شوية. تمام، وممكن احذف الجزء ده وهرسمه انا بين تول تاني بالشكل مثلا ده. اهو خلينا على الفلو اهو ده سريعا كده يعني. طبعا الكاف لازقة فانا هعمل سبيس. بس اخد كل الكلام ده هخليه هو اللي يكون ورا الشنطة بالشكل ده. احاول بس اظهر الحروف، مخليش حاجة تكون مختفية قوي. تمام، وممكن تديله دروب شادو خفيف برضو على اساس ان هي تبقى باين. بس ركز معايا في الخطوة الاخيرة، كل اللي انا هعمله ان انا هاجي عند كل الليارات كده وهعمل الت وسهم فوق عشان ياخد لي كوبي من كل الليارات، وكنترول ايه عشان يبقى معايا الصورة والليارات في نفس الوقت، عشان هنروح على الجنرال كاميرا رو هتشوف نتيجة بعد الكاميرا رو غير النتيجة اللي انت شايفها دي خالص. بس طبعا هي والله ارقام مش ثابتة، يعني حاجات على حسب عينيك. انت ممكن تبقى حابب الديزاين فاتح واخد التون الحمراء شوية واخد الازرق اكتر، فاهمني؟ فدي حاجة هترجع لعينيك انت. اهو يا رب يكون درس خفيف، يا رب ما يكونش فيه اي لخبطة اي ازعاج ان شاء الله. يعني انا اتمنى ان انتوا النتائج اللي تنفذوها يا جماعة بعتوها لي برضو ناخد اراء بعض. طيب خلينا ندوس اوكي كده ونشوف مع بعض النتيجة. طبعا واضحة، ممكن لو في حاجة انت محتاج تظبطها تاني بالكالر بالانس اهو وتبدأ تظبط. ممكن تبقى واخدة سنة زرقان، طبعا زي ما قلت لك ان الموضوع بيتوقف عليك انت بس. فدي النتيجة سريعا، اتمنى يكون درس خفيف. مستني رأيكم في الكومنتات، اشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.